حتى لو النهاردة الجمعة أجازة، فأنت برضو استغليت خميس وجمعة وسبت، سافرت، رحت عين سخنة، اسكندرية، حتى لو قعدت في القاهرة وفي أي محافظة ما خرجتش، هتخرج لصلاة الجمعة. تحس الجو النهاردة إيه ده الجو حار، ده درجة الحرارة 23 و24، إحنا هنصيف ولا إيه؟ هيئة الأرصاد الجوية بتحذرك، تقول لك اوعى تقلع السويتر، اوعى تقلع البلوفر يا مؤمن، احنا لسه في شهر يناير. طب لما شهر يناير ده، وده الشهر اللي بيبقى متكتك كده ودرجة الحرارة 23 و24، امال الصيف هيبقى ايه؟ تعال نروح لدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. مساء الفل دكتورة منار. مساء الفل على حضرتك استاذ محمد، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. ايه اللي حصل النهارده؟ النهارده كان ذروه ارتفاع درجات الحراره، يمكن احنا خلال الاسبوع ده بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره بالفعل اعلى من المعدلات الطبيعيه اللي احنا معتادين عليها في شهر يناير بحوالي 3 لـ4 درجات، لكن اليوم كان يعني اعلى من المعدل بحوالي 7 لـ8 درجات، لان النهارده كان ذروه الارتفاعات. اعلى درجه حراره اليوم سجلناها كانت 27 درجه مئويه على القاهره الكبرى، لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على الصحراء جنوبيات غربية مرتفعة بدرجات حرارتها خلال فترة النهار، كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيساعدنا على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة فترة النهار. يمكن الأمر ده مش طبيعي، يعني احنا نعتبر في ذروة فصل الشتاء، لكن احنا في بعض السنوات الماضية شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة كمان وصلت 29 درجة مئوية في شهر يناير في بعض السنوات الماضية، لكن هو أمر يعني نقدر نقول إنه مش طبيعي لأن احنا أعلى من المعدلات. لكن خلال فترة الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. صحيح، فده الأمر اللي احنا بنرجع تاني نتغطى بالبساطين واللحاف. بس النهاردة يعني خلي بالك برضو، ذاكرة الناس بتنسى، وحضرتك بتكلميني دلوقتي على يناير أعوام ماضية وصل 29، يعني مش في بال الواحد، بس هو الواحد بيفاجأ بتغيرات. أعتقد ده مرتبط بالتغيرات المناخية. لا، ما نقدرش نقول ان ده مرتبط بالتغيرات المناخيه، لان احنا ده امر احنا اعتدناه في بعض السنوات الماضيه. يمكن العام الماضي تحديدا كان في انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره في شهر يناير في مثل هذا الوقت من العام تحديدا، فعشان كده احنا حاسين باختلاف السنه اللي فاتت عن السنه دي، فده الناس كلها يعني مش تفتكر السنوات الماضيه، لكن زي ما بنقول يمكن من عام 2010، عام 2021، عام 2013 اعوام ماضيه كتير سجلنا 29 كمان، مش سجلنا 27 درجه مئويه زي. طب درجه الحراره بتاعت النهارده دي الذروه بتاعتها ولا هترتفع في الايام القادمه؟ يعني الحمد لله النهارده كانت ذروه، ان شاء الله متوقع مع غدا وبعد غدا تبدا تاني تنخفض، لكن هتظل اعلى من المعدلات الطبيعيه، يعني هتنخفض توصل ل 24 و23 درجه مئويه. هنبدا نشعر بانخفاض درجات الحراره من يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، تبدا مصادر الكتل الهوائيه تختلف تماما وتكون قادمه من على البحر المتوسط جنوب اوروبا، منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فاعتبارا من الثلاثاء القادم هتبدا تدريجيا درجات الحراره تعود للمعدلات الطبيعيه، ونسجل درجات حراره ما بين 19 و18 درجه مئويه على القاهره الكبرى. نبدا نرجع تاني للاجواء الشتويه، وخلينا نذكر ان احنا شهر يناير وفبراير يعتبروا ذروه فصل الشتاء، فوارد جدا يحصل انخفاضات ملحوظه في شهر فبراير، لسه الشتاء ما انتهاش، لان هو النهايه الرسميه لفصل الشتاء تكون 20 مارس ان شاء الله. كمان اليوم شهدنا اتربه ورمال مثاره في بعض من الجمهوريه، ده بسبب سرعات الرياح اللي كانت ما بين 30 لـ40 كيلومتر على الساعه، مع الرياح القادمه من على الصحراء ده ادى لاثاره الرمال والاتربه وانخفاض الرؤيه الافقيه. متوقع غدا ان شاء الله ان تهدأ سرعات الرياح على اغلب المناطق، وهتكون الظاهره الجويه المؤثره معانا يوم الاحد ان شاء الله تكون الشبوره المائيه. فخلينا بس نحذر كل الساده المواطنين، مش عاوزين ننسى ان احنا في فصل الشتاء، مش عاوزين نخفف الملابس، ومش عاوزين نخدع بالدفء فتره النهار، لان فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. مهم جدا نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه فتره النهار، فترات الليل تكون ملابس شتويه ثقيله، وكمان بنقول ان في انخفاض في درجات الحراره ان شاء الله مع منتصف الشتاء. ده مش مطير كده، مش شايف فيه امطار يعني. يعني يعتبر كده الى الان، لان احنا برضه لسه بنقول الشتاء ما انتهاش، الى الان تعتبر درجات الحراره ادفى من الاعوام الماضيه. كمان نقدر نقول الى الان كميات الامطار او حالات عدم الاستقرار اللي كان معاها امطار اقل من الاعوام الماضيه، بس الى الان، لان احنا لسه بنقول قدامنا شهر 2 وكمان شهر 3، ما ننساش ان احنا قبل كده
في عام 2020 شهدنا حاله من عدم الاستقرار في شهر 3 كانت فيها كميات امطار غزيره، يمكن قعدنا 3 ايام سقوط امطار غزير. فاحنا ما ننساش لسه قدامنا شهرين نقدر نحكم على فصل الشتاء، لسه بعد انتهاء فصل الشتاء باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. يبقى خلينا نلتزم بتعليمات هيئه الارصاد، اوعى تخفف الموجه دي، موجه طارئه، درجه الحراره حتى لو عملت النهارده 24 ده يعني خداع صيفي مؤقت، لكن احنا لازلنا في شهر الشتاء بل في ذروته يناير وفبراير.